أهلا بكم من جديد، وهذه المرة إلى كلاسيكو الأرض. إذن هي مباراة تختلف عن بقية المباريات وقمة كروية مرتقبة من قبل عشاق كرة القدم حول العالم. الحديث هنا عن كلاسيكو الأرض بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد. إذن هذه المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الليغا الإسبانية ستكون محور النقاش والتحليل مع المدرب الوطني ناثر جرار. مرحبا بك كابتن ناثر، وأهلا وسهلا بك في شاشة أو عبر شاشة المملكة. إذن نتحدث اليوم عن كلاسيكو الأرض، هذا الكلاسيكو المنتظر والذي تأجل من الجولة العاشرة بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الاتحاد الإسباني بحسب وصفهم. قبل الحديث بشكل مفصل، نتحدث بشكل عام عن أهمية هذا اللقاء حول العالم. لماذا يشد هذا اللقاء دائما العيون والأنظار لدى مشجعي كرة القدم؟ يعني بطبيعة الأمر برشلونة ريال مدريد، إذا بدنا نتطلع في آخر 10-12 سنة بالذات، هم كانوا في معظم نهائيات ونصف نهائيات أبطال أوروبا، وبالذات أنه نادي مثل ريال مدريد شفته 3 مرات متتالية في نهائي الشامبيونز ليج، مش بس على الصعيد المحلي في الدوري الإسباني ولكن على الصعيد الأوروبي لهم دائما وجود ومكان. فهذا يعني هذول قطبين عالميين متعة لمشاهدين كرة القدم. إجمالا، كيف تشاهد الفريقين هذا الموسم في الدوري الإسباني وفي باقي البطولات بشكل إجمالي؟ يعني من بداية الدوري بصراحة هي آخر 6-7 جولات في الدوري اللي كانوا مثيرين، لأنه الفريقين على خط تصاعدي، لم يتلقوا أي خسارة، والأسبوع الماضي في آخر جولة قبل ما يتواجهوا اليوم بالليل تعادلوا الفريقين، فظلت النقاط مقسومة على الفريقين. نعم، 35 نقطة الفريقان يتقاسمان النقاط، ولكن بفارق الأهداف برشلونة يعتلي الصدارة. نعم. هل هذا الشيء يشكل ضغط على أحد الفرق في هذه المباراة؟ لا، الفريق إذا في ضغط أكثر اليوم راح يكون على نادي برشلونة كونه بيلعب على أرضه وبين جماهيره. وفي والغيابات اللي في ريال مدريد مؤثرة أكثر من الغيابات اللي موجودة في فريق برشلونة. نعم، إذن نتحدث بشكل مفصل أكثر عن الكلاسيكو الأرض الذي سيقام الليلة عند 9:00 مساء على ملعب الكامب نو. إذن نتحدث عن برشلونة، نتحدث عن فالفيردي، عن ميسي، عن غريزمان، عن أبرز النجوم الموجودين في فريق برشلونة. شوف، يعني يبقى ميسي هو اللاعب البارز في فريق برشلونة. إضافة غريزمان كانت جيدة جدا للفريق في هيك مباراة، وما ننسى أنه غريزمان لعب مع أتلتيكو مدريد. نعم، وأتلتيكو مدريد يعتبر ند برضه لريال مدريد، وفي بينهم تاريخ وبتعرف منافسات صعبة. فوجود غريزمان مع الفريق شيء إيجابي. بالنسبة لفالفيردي، في مقال كنت عم بقرأ عنه، فالفيردي أتى على برشلونة وبيحكوا برشلونة انتقل من ريفولوشن تو ايفولوشن. كان برشلونة التيكي تاكا والأسلوب الجميل في اللعب، ونوعا ما غير كتير بنهج وأسلوب الفريق حتى يحافظ على نفس البطولات. نعم، الجميع يتهم فالفيردي كما ذكرت كابتن ناثر بأنه يبتعد عن أسلوب برشلونة، ولكن الجانب الآخر يتحدث عن لعبه أنه واقعي نوعا ما. هل أنت مع هذا الشيء؟ نعم، يعني صدقا نعم، هو غير كثير من منظومة لعب برشلونة، وأعتقد أنه تغيير الأسلوب اللعب لنادي برشلونة كان فيه إيجابيات كثير. نعم، شفناها. ولكن برشلونة هذا الموسم هو من أضعف الدفاعات، حيث تلقت شباكو 20 هدف. نعم، هو من أقوى الفرق من الناحية الهجومية، ولكنه مقارنة في ريال مدريد تلقت شباكو 20 هدف، وهذا الشيء لم نعتد على برشلونة ربما قبل وجود فالفيردي. هلأ بما أنه تلقى 20 هدف، هذا مؤشر على موضوعنا على مباراة اليوم بالليل، اللي هو تلقي 20 هدف نوعا ما مقابل ريال مدريد متلقي أعتقد 12 هدف. نعم، مؤشر على أنه برشلونة فريق بده يكون أوعى في مباراة الليلة حتى ما يتلقى أهداف، لأنه تلقى كتير أهداف رغم زي ما تفضلت بتقدمه في هجوميا، لكن هذا مؤشر أنه عنده نقطة ضعف في الخط الخلفي. طيب، هو قام بتعزيز صفوفه بفرينك ديونغ مثلا وفي بعض اللاعبين في الخطوط الدفاعية، برأيك ما الذي يجعل برشلونة في الدوري الإسباني ضعيف من الناحية الدفاعية أو يتلقى أهداف كثيرة بصفة فريق متصدر يتلقى 20 هدف؟ إذن هو رقم ليس بالرقم البسيط أو الهين.
دي يونغ لاعب جديد في برشلونة، خبرة اللعب في برشلونة تحتاج وقت. نعم. بالذات بمباريات كبيرة. إحنا شفنا نجوم مثل نيمار جاء على برشلونة في بداية الآونة وتغلب لما بدأ في مع برشلونة. فمن الطبيعي إنه حتى غريزمان، بالطبيعي إنه أي لاعب بيجي على برشلونة بده وقت حتى يكون يعني بيأدي المستوى المطلوب حسب بغض النظر عن مركزه. سنتحدث أيضا عن أبرز الغائبين، ولكن قبل ذلك نتحدث بشكل مفصل أكثر عن أبرز نجوم ريال مدريد هذه المرة أيضا، الفريق بوجود زين الدين زيدان والحارس تيبو كورتا الذي ساهم بعدم تلقي ريال مدريد الخسارة في فالنسيا، أيضا مع سيرجيو راموس الأكثر لعبا ب 43 مباراة، وأيضا كريم بنزيما الذي له يعني بصمة قوية مع فريق ريال مدريد هذا الموسم. بهذه النجوم هل لريال مدريد فرصة كبيرة للفوز في مباراة اليوم على ملعب الكامب نو؟ يعني الحظوظ اكثر انا بقى لبرشلونه، بلاقيها بوجود على ملعبه بنجوم اكثر، بالذات بوجود ميسي وسواريز، لكن مدريد قادر انه يصنع مفاجاه. وانا عندي دائما مقوله اعتقد انه نجم ريال مدريد هو زين الدين زيدان. نعم، يبقى مدرب لكن يبقى نجم. وجوده وثقته في لاعبينه واسلوبه في اللعب، يعني مش والكلاسيكو له مقاييس مختلفة. أكيد كلام سليم. الفريقان كلا الفريقان في آخر 5 مباريات حققا الفوز في 4 مباريات وتعادلا في آخر مباراة. إجمالا فريق ريال مدريد بدأ يستقر من ناحية الأداء والنتائج، هل بدأنا نشاهد ريال مدريد الحقيقي الذي اعتدنا على مشاهدته قبل ذهاب وخروج كريستيانو رونالدو من الفريق؟ لا شك. آخر 6 مباريات مؤشر كبير. الفريق زي ما حكينا على خط تصاعدي، التشكيل صار ثابت أكثر. وأعتقد زيدان يعني في آخر مباراة لعبها بأبطال أوروبا رغم أنه كان ضامن التأهل، شفنا أنه لعب لاعبين أعتقد أنه عم بيخليهم جاهزين بدنيا لمباراة الكلاسيكو. نعم. لو تحدثنا بشكل مفصل أكثر عن كريم بنزيما، هل كريم بنزيما يكفي ريال مدريد هذا الموسم في لو تكلمنا فقط عن الدوري الإسباني، هل يكفي لتسجيل أهداف أكثر والارتقاء مع الفريق بالسلم الترتيب العام وربما الانفراد وتحقيق اللقب؟ لماذا؟ شوف، عنده حافز كبير، متصدر قائمة الهدافين. نعم. بس بدنا كمان نتطلع على موضوع مهم، إنه هاي المباراة فيها عامل نفسي جدا مهم، ونحكي على إذا ليونيل ميسي فاز البالندور من فترة قليلة. نعم. فأعتقد برضو هذا عامل نفسي كبير بعد أنه فاز على هالجائزة، يكون هو اللي بده يكون الهداف. نعم. والبارز في هاي اللعبة. بنزيما لاعب مؤثر جدا، أكتر إشي بتمتع فيه تحركاته بدون كرة، تواجده بمنطقة الوسط، تحركاته على أطراف الملعب. لاعب هل أنت مع من يقول بأنه يفتح مساحات وهذا شيء جيد بالفريق؟ نعم، عشان هيك عم بحكي لك هو مؤثر جدا، لانه هو مش بس بهداف داخل البوكس. نعم. بالمرمى تحركاته بدون كره مؤثره جدا لتحريك الفريق. نعم، اذا كما ذكرنا ريال مدريد اليوم يخوض هذه المباراه بهؤلاء النجوم. لو تحدثنا عن العامل النفسي اكثر كابتن ناثر، يعني ما الذي يكون عائقا نفسيا لفريق ريال مدريد للفوز في هذه المباراه وهو يلعب يعني مباراه على ارض خصمه برشلونه؟ ما هو العامل النفسي الاكثر صعوبه على هذا الفريق؟ بلا شك الغيابات لها تأثير، بالذات لاعب مثل مارسيلو. مارسيلو مش بس لاعب مؤثر، لكن برضه وجوده مع فريقه بيعطي دافع كتير كبير للفريق، خبرته كتير كبيرة في. نعم. في الكلاسيكو في المواجهات مع ريال مدريد. بس أكتر عامل أعتقد هو يبقى مؤثر عامل الأرض وعامل الحافز لبرشلونة اليوم. نعم. حتى يكسر تعادل النقاط. ربما السؤال الذي سأسأله الآن هو سؤال متداول، يعني ريال مدريد لم يحقق الفوز على برشلونة منذ خروج كريستيانو رونالدو إلى مرة واحدة، كانت في كأس السوبر وكانت بهدفين دون مقابل. هل أثر كريستيانو رونالدو لهذه الدرجة كبير على فريق بحجم ريال مدريد؟ نعم طبعا مؤثر جدا. نعم، كريستيانو رونالدو له أرقام كبيرة مع الريال. أكيد. وبعدين لاعب إنك تعبي فراغه مش بسهل، يعني صحيح. لاعب ما زال في وكان في قمة عطاء. هل نشاهد نقطة تحول اليوم ويحقق ريال مدريد أول فوز في الدوري بعد غياب كريستيانو رونالدو على برشلونة؟ ممكن. نعم. إذن كابتن ناثر نتحدث الآن عن أبرز الغائبين، وهنالك غيابات بالجملة لفريق ريال مدريد ومؤثرة جدا، وأبرزها اللاعب إيدين هازارد ومارسيلو على الطرف الأيسر، بينما برشلونة هنالك ديمبلي وأرثور ميلو، وأيضا يعني هنالك أعمدة رئيسية في فريق ريال مدريد. وين بتحب نبلش؟
شوف غياب ديمبلي وآرثر مش بمقياس غياب مارسيلو نعم. وهازارد، لأنه هنالك بدلاء ربما. نعم، وفالفيردي في مع برشلونة عنده مرونة تكتيكية. صحيح. فشفنا مثلا مع ديمبلي لاعب طرف، فممكن نشوف برشلونة لما كان مع ديمبلي بيلعب ب4-3-3، اليوم ممكن تشوف فالفيردي بيلعب ب4-4-2 وبحط راكيتيتش وبيلعب بميسي وسواريز كتسعة وكعشرة. بس المشكلة هي في ريال مدريد، لأنك أنت غياب لاعب زي مارسيلو كظهير أيسر ولاعب زي إيدن هازارد في المقدمة، أيضا لوكاس فاسكيز بس شوية العلاج طبعا أنك تعبي هدول المركزين رح يكون جداً. أصعب من الحلول في فريق برشلونة. نعم، لغاية هذه اللحظة هازارد يغيب عن ريال مدريد، وحتى الآن في هذا الموسم لم يتأقلم، لم نشاهد ذلك هازارد الأزرق الذي كان يلعب في تشيلسي. مارسيلو أيضا منذ بداية الموسم يعني متعدد الإصابات، ولم نشاهده كثيرا بأدائه المعهود، ربما تأثر كثيرا برحيل الأنتيم، ربما الصديق الأقرب كريستيانو. يعني هل برأيك مارسيلو وهازارد يعني ربما لن نشاهد برشلونة يتأثر كثيرا بديمبلي وميلو، ولكن هل ريال مدريد سيتأثر أكثر بغياب مارسيلو وهازارد؟ طب شوف، زي ما كنا عم نحكي برضو هازارد لاعب جديد على ريال مدريد، هدول الناديين بدهم وقت للتأقلم معهم. لكن أنا باعتقادي وجود جارث بيل بريال مدريد ويكون هو الأساسي هو أخطر من وجود إيدن هازارد. خبرته جارث بيل اليوم متوقع أن يلعب على الرواق الأيمن، وربما يغلق، ربما يفتح الكثير من مساحات ريال مدريد ويساعد كريم بنزيما، ولكن جارث بيل أيضا كان له تذبذب في أدائه في هذا الموسم، هنالك تشاهده بأفضل أحواله، وفي مباراة مباشرة بعد تلك المباراة تشاهده بأسوأ أحواله. أعتقد هذا كان كله له علاقة في آخر بتعرف الشهر الماضي في موضوع الإعلام والضغط النفسي عليه، وكان في كتير نوع من يعني كان في ضجة ضده. صحيح، وعلاقته الشخصية مع زيدان ربما ليست تلك العلاقة التي يطمح إليها أي لاعب. بس هذه المباراة نعم. إلها مقياس مختلف. كلام سليم. ولاعب مثل بيل راح يكون له وزنه، راح يكون له تحدي كبير وجودا لأنها بلعب في الكلاسيكو. نعم كابتن ناثر، نشاهد الأرقام التاريخية وإحصاءات الفريقين في هذه المباراة. إذا عدد المواجهات الرسمية هي 242 مواجهة، ريال مدريد بيحقق الفوز ب 95 مباراة، برشلونة 96 مباراة، تعادل الفريقين في 51 مباراة، ولكن في الدوري الإسباني الإحصائية متعادلة كليا، عدد المواجهات 178 مباراة، ريال مدريد حقق الفوز في 72 مباراة، برشلونة أيضا في 72 مباراة، والتعادل كان حاضرا في 34 مرة. هذه الأرقام هل هي تشكل ضغط على الفريقين، ولا أو أنها ليست إلا مجرد أرقام على ورق؟ مجرد أرقام، وإحنا هذه مرحلة ذهاب، لسه في مرحلة إياب. نعم. التاريخ طبعا بيضل تاريخ للفريقين، لكن إحنا اليوم في الحاضر أعتقد الكلاسيكو بالذات برشلونة وريال مدريد كل مباراة بتختلف عن المباراة. يعني حتى شوف أنت عم تحكي عن المواجهات هون بالدوري، هناك كانت بالمجمل. نعم. ريال مدريد لعب مع تواجه مع برشلونة مش بس بالدوري، بالشامبينز ليج وبكأس إسبانيا، كل مباراة لها ظروفها. نعم. كل إشي كان له مقاييس مختلفة، فبرضه هذا بفرجيك الند والتاريخ اللي بينهم، وكيف اللاعبين والناديين عندهم اهتمام وتحفظ كبير على أنهم يحموا أرقامهم. فعشان هيك بنحكي الكلاسيكو بيضل مباراة مثيرة مختلفة كلياً وخارج الحسابات. كابتن ناثر، سؤال الأخير لحضرتك، توقعاتك بصفتك مدرب وخبير ولك ما شاء الله شهاداتك في هذا المجال، يعني لو تحدثنا عن توقعاتك، ويعني من هو الأوفر حظا للفوز في هذه المباراة؟ يعني أنا شوف التوقع صعب، لكن برشلونة للفوز الليلة. نعم. هل هنالك السبب محدد أم بسبب غيابات ريال مدريد؟ أعتقد لا، مش بس الغيابات، ميسي كونه له الكلمة، أحرز أحسن لاعب، أخذ البالون دي أور من جديد، وراح تكون برضو العامل الأساسي هو إنه هذه على أرضه بده يحسم النقاط الثلاث حتى يبني عليها، لأنه لا تنسى جاي الشامبيونز ليج بشهر 2،
وبكره بس نوصل للمراحل الحاسمه بصير في ضغط مباريات، فهذه الانديه بدها تحاول تخلص على البكير، تحسم نقاطها قبل بشهر 2 و3 و4 عندما بتصير المهمه اصعب. اكيد كابتن ناثر جرار المحلل والمدرب الوطني، بدنا نشكر وجودك معنا وبنتمنى لك مشاهده طيبه لهذا الكلاسيكو. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. إذن مشاهدونا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.